ناقشت جلسة دور المؤسسات المالية في خفض الانبعاثات الكربونية لدى القطاعات الاقتصادية مشروع إصدار إعلان مبادئ شرم الشيخ للقطاعات المصرفية. يأتي ذلك من خلال جذب أموال المستثمرين العالميين لمشاريع البيئة الخاصة بالتكيف في الزراعة والمياه لإفريقيا. على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 أطلقت المؤسسات المصرفية الخاصة مبادرة برين تراست التي تقدم نموذجا متكامل يستهدف القطاع المصرفي المصري إطلاقه وتعميمه مع كافة المؤسسات في القارة الإفريقية. النهاردة الجلسة الحقيقة كانت جلسة هامة بتناقش دور المؤسسات التمويلية في دعم تحول الدول إلى الاقتصاد الأخضر ومعالجة التغيرات المناخية. إحنا اتكلمنا فيها على دور الدولة ودور الحكومة المصرية، بدءا من أن الحكومة المصرية كانت سباقة في إطلاق رؤية مصر 2030 وفي أخذ أو اعتبار البعد والمحور البيئي أحد المحاور الرئيسية في هذه الرؤية، وأن إحنا لا يمكن نحقق الأهداف الاقتصادية ولا الأهداف الاجتماعية من نمو وحماية اجتماعية وبطالة من غير ما نقدر ان احنا نراعي البعد البيئي وان احنا نحافظ على الموارد الطبيعية بتاعتنا من أجل الأجيال القادمة. وخلال جلسة دور المؤسسات المالية في خفض الانبعاثات الكربونية لدى القطاعات الاقتصادية، تم مناقشة مشروع إصدار إعلان مبادئ شرم الشيخ للقطاعات المصرفية، وذلك من خلال جذب أموال المستثمرين العالميين لمشاريع البيئة الخاصة بالتكيف في الزراعة والمياه لإفريقيا. احنا النهاردة من COP27 شرم الشيخ بنعلن عن أول مبادرة تنفيذية لجذب الاستثمارات الخاصة التي تقدر بالتريليونات لمشاريع المناخ، بالذات مشاريع التكيف مع أضرار المناخ التي أصابت القارة الإفريقية وأدت إلى جفاف وأدت إلى تصحر وندرة مياه، نتج عنها وجود 250 مليون نسمة عند حد للجوع، بتعرض للجوع وللعطش. نأمل أن مبادرة برين تراست تكون ضمن إعلان مبادئ مؤتمر شرم الشيخ لتفعيل دور المؤسسات المصرفية في القارة الإفريقية. ورصدت الدراسات الدولية أن النظام المالي العالمي يحتوي على نحو 379 تريليون دولار، تستهدف المؤسسات المصرفية الخاصة الحصول على حصة بسيطة من هذه الأموال من خلال تطبيق منظومة وآلية برين تراست. هي منهج جديد، رؤية جديدة لكن قابلة للتفعيل وللتنفيذ، وهتتنفذ إن شاء الله من خلال بعض المؤسسات المصرفية في مصر مع المؤسسات المالية الدولية ومع خبراء ومع جهات التأمين، لضمان أن كل مشروع تكيف في القارة الإفريقية يفي بمتطلبات المستثمرين الخارجيين. برين تراست هيكون المبادرة اللي طالعة من داخل إفريقيا، من قلب إفريقيا، من المؤسسات المصرفية الإفريقية لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الغذاء والمياه.